السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ما سألتش مراد. تفضل. مات وترك 5 بنات وزوجة وأخوة ذكور وإناث وبنات أخ. 5 بنات وزوجة وأخ. مش قطع الخط علي. على كل 5 بنات لهم الثلثان، الزوجة لها الثمن، والباقي ينظر في سائر الورثة منهم. أما بنات الأخ الذي قد مات ليس لهن شيء، يعني بنات أخيه الذي قد مات في حياته محجوبات بإخوة أخيه.